السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقصة جديدة. في سنة 1912 في لندن صنعت أكبر سفينة على وجه الأرض. استغرقت مدة السفينة ما يقارب تحديدا 3 سنوات، وكلفت السفينة تكاليفها كلفت 7 مليون دولار. 7 مليون دولار في وقتنا هذا تقريبا لسفينة في, في, في هذا الفكر اللي أنا بحكي لكم إياه، أنه سفينة ضخمة جدا. الآن 7 مليون دولار ما بتعمل السفينة هذه، بس في هذاك الزمان كانت 7 مليون دولار مبلغها. السفينة كانت مكونة من 3 طوابق، الطبق الأول للطبقة الأثرياء، والطابق المتوسط للطبقة التقريبا شبه متوسطة، والطابق السفلي للناس الفقراء. ومن شدة جمال السفينة وكبرها، كانت السفينة مزودة بكل شيء تتمناه يا عزيزي، الملاهي والفنادق 5 نجوم والبارات والمراقص وكل شيء. كانوا يقولوا مستحيل إنها تغرق، وكانت أول رحلة للسفينة إلى نيويورك، والناس صارت التذاكر كل هيتها. وإجا موعد انطلاق السفينة، إجا موعد انطلاق السفينة، والركاب طلعوا السفينة، وناس جاية بكمية هائلة جاية تشاهد كيف السفينة هتبحر لأول مرة إلها، وأضخم سفينة في العالم كيف هتبحر. انطلقت السفينة من لندن محملة 2500 شخص، وأول يوم كان أحلى يوم في حياته. اليوم الأول كان طبل ورقص وزمر، ومبسوطين الناس جدا جدا جدا، لكن تاني يوم ما كانوا بيعرفوا إنه في حادث هيصير معهم. وتاني يوم الساعة 11 في الليل قبطان المراقبة شاف جبل جليدي بعيد، ما أخذ فيه بس إدى انذار للقبطان السائق، قال له يا قبطان في قدامنا جبل جليدي. القبطان ما أخذ في الموضوع وقال له كملوا الطريق، لكن لما اقتربوا الجبل انبهروا من كبر الجبل. إيش اللي بيصير معنا؟ إيش الجبل هذا؟ حاولوا يلفوا، حاولوا يمين، حاولوا شمال، لكن كانت السفينة مسرعة جدا، ما في وقت تحرك السفينة. لكن أمر قبطان السفينة بتحويل اتجاه السفينة. بعد شدة ومعاناة تحولت السفينة، لكن جبل جليدي خبط جنب السفينة، اتهزت السفينة والناس حسوا برجة، لكن قبطان السفينة هداهم وقال لهم ما في اشي. لكن غرفة الاحتراق بدت تتعبى مية حبة حبة. بعد ما تعبت غرفة الاحتراق بالماء، السفينة تعطلت عن الحركة نهائيا. الناس اتفاجأت، السفينة ليش وقفت؟ السفينة كانت سريعة جدا. قعدوا يتسألوا بين نفسهم السفينة كيف وقفت، ايش في؟ يسأل القبطان. القبطان طلع كل الركاب للطبق العلوي وقال بدنا نحبس المية في اتجاه معين ومش هتطلع فوق، والناس انبسطت وكملت سهرتها 100%. ولكن المية بدت تتعبى شوية شوية في السفينة، والسفينة بدت تنزل. قبطان السفينة ادى امر بنزول القوارب النجاة على جناب السفينة، بس كانوا القوارب 20 قارب، ال20 بيحملوا 700 شخص من اصل 2500، بس القبطان كان يحمل من الطبقة الاثرياء النساء والاطفال فقط، لأنه ما كان في سفن تأخذ الركاب بالعدد الهائل هذا. بدت قوارب النجاة تنزل وتبحر وتبعد عن السفينة. قبطان السفينة اتصل على قوارب النجاة، ولكن قوارب النجاة تبعد تقريبا 4 ساعات عن السفينة، والسفينة كان ظلها قدامها ساعة واحدة وتغرق. على حسب تفكير القبطان، القبطان كان يقول انه السفينة اللي مش هتغرق برضو غرقت، كان متوقع انه خلال ساعة هتكون السفينة منتهية تماما من كمية الماء اللي بتدخل على السفينة، وقاعد السفينة بتنزل شوية شوية. كان في قدام قبطان السفينة حل واحد، انه يطلق صاروخ النجاة. اطلق صاروخ النجاة وفي ناس شافته كانوا في البحر، بس قالوا سفينة تايتانيك تحتفل بانطلاقها، ما أخذوا فيها وظلوا مكملين. بدوا لبسوا الناس سواتر النجاة البالونية هذه وينطوا في البحر. بدت السفينة تغرق أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. الناس بدت تنزل من فوق السفينة، تنزل في المحيط، بس المحيط كان متجمد جدا. خلال ربع ساعة كان الشخص يتجمد ويموت من شدة برودة المحيط. بدت السفينة تغرق من النص الوراني أكتر من الأمامي، فانقسمت نصين، فضل النص هذا زي هيك، النص الثاني نزل في الماء فسحب النص الوراء. بعد 4 ساعات إجا قارب النجاة، لكن وجدهم كلهم ميتين. فهذه حكمة ربنا لأكبر سفينة بالعالم، اللي كانوا مش متوقعين إنها أكبر سفينة في العالم إنها تغرق. كيف تغرق أكبر سفينة بالعالم وأغرقها الله؟ انتهت لكم، وإن شاء الله بنشوفكم في القصة الوراء.